ما بحبش الا النادي الاهلي ده عشق الروح والحياه هو النادي الاهلي ده حياتي يعني اكل واشرب النادي الاهلي هو الاهلي يعني يوم يعني اليوم ربنا عالم بحالي ربنا اعلم لغايه ما تخلص المباراه ان شاء الله عايش والله مبسوط الحمد لله ومرتاح والحمد لله الحمد لله مش ناقصنا اي شيء والله الحمد لله وب... ست سنوات الحمد لله بقيت مغربي خلاص صف. انا اصلا كنت حابب المغرب يعني لو مش حابب المغرب مش هاجي ولو مش هاجي هاجي عشان خاطب عزيز بودي جباله ده دا... الاهلي ده اقول لك يعني انا قناه الاهلي هي شغاله خدامه عندي هي شغاله ما بتحيتش 24 ساعه قناه الاهلي شغاله دايما على طول وبالذات برنامج ملك وكتابة كابتن عادل القاي والاستاذ ابوام المنيسي وانا افتكر قبل كده كلمت الاستاذ ابوام المنيسي من الاردن كانوا في تونس كنا بنلعب النهائي مع الترجى على مع... مع... مع مع السفاكس مع السفاكس جون بهدف ابو وفتحت عليه ساعه من عمان فتحت التليفون اتصلت بيه ساعه مع الاستاذ ابوام المنيسي حتى هو بقى يقول لي اقفل التليفون اقول له لا يقول لي علي المكالمة غالي اقول له مش مشكلة فدا الاهلي ده حقيقي بجد والله اقول لهم يعني مبابا تطلع تليه بالفرقتين لان هم يعتبروا الفرقتين الاقوى في في افريقيا النادي الوداد والنادي الاهلي هم الفرقتين الاقوى حاليا في افريقيا فبنتمنى من الله ان المباراه تطلع ممتازه وتلعب الفرقتين والفوز للاحسن انا عن نفسي انا بتمنى فوز الاهلي يعني مش مشكله الوداد يكسب انا بساند الوداد في المناسبات الاخرى وبساند الرجاء في المناسبات الاخرى برضه يعني ما فيش عندي يعني الرجاء والوداد الاثنين واحد والله يعني ليا اصدقاء وداديه واصدقاء رجويه و... والفرقتين عندي واحد والله الوداد والرجاء وبشجعهم في اي مناسبات اخرى بس عند النادي الاهلي ما اقدرش انا بكون ساعات في مصر وجالس في الكوفي شوب ووالدي الله يرحمه كان يجي ينده عليا ما كنتش اقوم يكون الاهلي بيلعب ما كنتش اقوم وبالذات لما يكون الاهلي متعادل او كده ما اقومش ما اعرفش اقوم خلاص هو الاهلي ده حياتي انا بعشق حاجه اسمها النادي الاهلي هقول لك بنعشق الاهلي ليه؟ لان الاهلي ده و... نادي الوطنيه نادي الاحترام حقيقي بجد بكلمك بجد كل صراحه والله النادي الوحيد في مصر هو النادي الاهلي اللي فيه قمه الاحترام وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب ده ما فيش حاجه ما فيش واحد في العالم ما فيش واحد في العالم يختلف عليه على الكابتن محمود الخطيب ده انسان محبوب من الصغير قبل الكبير بجد ده قمه في الاخلاق انا ما سبتش النادي الفريق من يوم ما جه المطار ورحت وراه ملعب الكرماء في كاليفورنيا وحضرت التدريبات بتاعه وربنا يوفقهم ان شاء الله، مش هقول لك ايه لما شفت كابتن محمود الخطيب قدام الفندق، انسان محترم جدا، وقفت معاه واتكلم معايا واتصور معايا و... ومشى معايا شويه، يعني انسان في قمه الاحترام والادب بصراحه، اولا اقول لاخواتي الوداديه هفضلك وبالتوفيق في المناسبات الاخرى ان شاء الله، واهنئ النادي الاهلي بالفوز العظيم. وعملتوا اللي عليكم كنت 11 راجل في الملعب واديتوا اللي عليكم كان باين إن انا كنت واثق فيكم واحنا بنتمرن في ملعب كل كنت واثق وشايفكم وشايف الاصرار والعزيمه كنت متفرج عليكم واثق فيكم والله الحمد لله ومره تانية اقول لاخواتي الوداديه معلش في المناسبات الاخرى ان شاء الله وبالتوفيق لكم في المناسبات الاخرى ممتازه جدا ممتازة ما كنتش متوقعها بصراحة كنت متوقع تعادل 1-0 والوداد 1-0 والأهلي بصراحة بجد يعني فالنتيجة مطمئنة بكتير يعني طبعا طبعا فرح كل الأهلوية كل عشاك النادي الأهلي في جميع العالم لان احنا النادي الاهلي ده هو الاول عالميا على العالم انا مبسوط بجد أقول لك شباب يعني انت لو عايز تشوف الشعوب هتنزل المحافظات في مصر وتشوف الشباب عامل الاحتفالات لحد دلوقتي احتفالات كامله في جميع المحافظات طبعا كتير كتير من تليفونات الهوم لخدمات المحمول الاستاذ حسن العقباني و... وبقول لك برضه سياده العميد احمد القط والمستشار سيد القط يعني كلهم بهنوا والله الحمد لله وعائلة القط جميعا وابوهام الالفي مقهى ابوهام الالفي وجميع المقاهي وجمال القط مقهى جمال القط وعماد القط يعني كلهم بهنوا والله جميعا يعني كل شويه تليفون واقول لك من بقول لك من لحضرتك من عمان كمان يعني عادل سعيد وموبيلات خالد ابو حويله يعني من شويه الوقت الحاج حامد وزيرة بعت لي رساله بهنينا فيها وابوها مسقف حق ابو مساو ابو ادم برضه بعت رساله بنهنة حتى في اول هدف الاستاذ ايه ابو مساو ابو بعت لي كانت ملبوسه ايه الميزه ايه الحاجه الممتازه اليوم في النادي الاهلي ايه الخطوط كلها متقاربه مع بعض ما همش بعاد عن بعض متكمل كله مكمل بعضه خط دفاع مع هجوم مع الوسط كله مكمل بعضه تحس ان كله بيهاجم كله بيدافع ما فيش خطوط بعيده عن بعض والحمد لله ربنا وفق أقول لهم الف مبروك يا رجاله وواثقين فيكوا ودايما ان شاء الله مشوفينا في كل المناسبات وان شاء الله التسعه في النادي الاهل في نادي الجزيره ان شاء الله